اهلا وسهلا بالجميع، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مبروك للمنتخب الوطني المغربي للفوتسال الانتصار على منتخب ايران، مبروك لاشبال هشام الدقيق. ولكن انني بغيت نوجه واحد الرساله الى مجموعه من المغاربه اللي عندهم قنوات على اليوتيوب، وهو انا اتمنى صادقا انكم تحترموا العقول ديال الناس اللي كيتابعوكم، لان منين شفت انا داك التصريح ديال اعلام الزيغو منهم داك قيسي سعيد اللاعب ديال المنتخب الوطني الجزائري ومحلل لدى قناه الهداف الجزائريه، كان واحد التصريح غادي نشوفوه بطبيعه الحال وسأرد. المنتخب الايراني تبقى له كلمه واحده اللي هي المقابله اللي راح تكون ناريه. ما شوفوا هنا كيفاش راح يتعامل مع هذه المقابله. اذا تعامل معها بجديه بدون شك المنتخب الايراني راح يفوز، راح يتاهل للدور الثاني، وهذا ما نتمناوه للمنتخب هذا. اذا ما نزيدوش نطولوا في الفيديو، هذا لا يتكلم عن كره القدم للفوتسال. هذا الصريح ديال قيس سعيد كان قبل إجراء المقابلة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الإيراني في كأس العالم بروسيا سنة 2018. إذن رجاء ثم رجاء حاولوا أنكم ما تستحمروش المتابعين اللي كيتابعوكم. نمشيوا للموضوع ديالنا الرئيسي ديال هاد الحلقة هذه. كيقول لك الحاسد والجاهل لا ينفع معه التجاهل. هاد الصفات بجوج لاصقين بالنظام العسكري الجزائري متى تعلق الامر بالمغرب. وكما ان هذا التجاهل يجسد المملكه المغربيه فانه يغيض الشرذمه المتحكمه في رقاب الجزائريين. اي باش نكون واضحين، راه هذا التجاهل هذا خصكم تعرفوا بانه كلما اسعد المملكه المغربيه فانه يغيض الشرذمه كما قلت لكم المتعلقه بالنظام الاوليغارشي الجزائري. دابا هاد الناس من خلال انهم خرجوا فارضين الفيزا على المغاربه وعلى كل من يحمل جواز السفر المغربي، دابا شافوا المغاربه بانهم في الطوابير وبانهم باغين انهم يدخلوا الجزائر والحصول والحصول على الفيزا. فين غادي يدخل؟ غادي يدخل جهنم. وهذا الاخوان لسببين، اولا للاستهلاك الداخلي، وراني قلت لكم في حلقه بأن النظام الجزائري منذ زمان وهو يخطط لعدم مشاركة المنتخب الوطني الجزائري خلال كأس إفريقيا 2025، وأنا هذا الموضوع راني هضرت عليه بإسهاب. أنا عجبوني بعض المغاربة في خانة التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، والله المغاربة خطر ربا على مع من حشرنا الله في الجوار. وغادي نشوفوا بعض التعليقات. قال أحدهم إن من سن هذا القانون لم يسمع تصريح بوتفليقة رحمة الله عليه عندما قال لماذا سنفتح الحدود فالجزائريون هم من يذهبون عندهم، يعني إلى المغرب وليس العكس. هذا التصريح ديال بوتفليقة، قال لك علاش أننا نفتح الحدود أو نغلقوها، أو من يذهب إلى البلد الآخر، بل الجزائريون هم الذين يطمحون دائما إلى الهجرة نحو المغرب وليس العكس. وفي سياق التقشاب الإخوان سمعوا مزيان، تعليق ديال واحد الأخ أعجبني كثيرا، قال لك إن خيبتي لكبيرة لأنني كنت أنوي السفر إلى السجن الكبير، ويعني بذلك الجزائر، من أجل التلذذ بحلويات كلام طايح في الدروج ومومو في حجر أمه. تبارك الله، تعليق قوي وقوي جدا ردا على الكراغلة. وهنا واحد الأخ قال واحد التعليق أكاديمي عجبني مزيان، قال لك أن النظام الجزائري فرض الفيزا من أجل حجب أسرار بلوغ الجزائر مرتبة ثالثة كأقوى اقتصاد في العالم، وكان صادقا. ولكن من خلال هاد فرض الفيزا ديال هاد النظام الكرغولي غادي نشوفوا ردة مغربية حرة، وننتقل من بعد لإتمام الحلقة. الحكومة الجزائرية فرضت
الفيزا على المغاربه اللي بغاو يمشيو للجزائر. دابا حنا فين غنمشيو؟ ها فين غنتساراو؟ فين غنمشيو نديرو الشوبينغ ديالنا؟ فين؟ ها ما يمكنش، خاص هادشي في تكون في إعادة نظر، راه لا يمكن. فين غنوليو حنا نمشيو نفوجو؟ فين نوليو غنشوفو الناس؟ فين غنوليو نسوقو في لي مول الكبار؟ فين غنوليو نمشيو لي بلاج بريفي؟ فين غنوليو ناكلو البنان؟ فين غنشوفو بون؟ فين الزليج المغربي؟ مسخوطة. فين غنوليو نشوفو قوالب السكر؟ فين التكاشت؟ فين القفاطن؟ فين غنشوفو حنا هادشي فين؟ فهمو هادشي، هادشي كيضر في القلب والله، كيضر. مابقاوش ناكلو دابا حنا البنان، ناكلو غير الخس. والله العظيم إلى المغاربة أعلم، ولكن الحمد لله لكم بالمرصاد. في واحد الحلقة كنت قلت واحد البيت شعري: إذا كان شعري شعير فهل تستملح الحمير، ولكن لشعري شعور فهل للحمير شعور. غادي نسمعوا واحد الكرغولي شنو غادي يقول وسنرد عليه بطبيعة الحال. نسمع. الناس اللي هربوا في المغرب هربوا من ظروف اجتماعية قاسية جدا، بلادهم تعيش أزمة اقتصادية، عندهم نظام فاشل على كل المستويات، وزاد راح طبع مع إسرائيل. خلينا نهضروا يا أخي، خلينا نهضروا، خلينا نكمل أخويا، أنا احترمتك تتكلم. ما تجيني في حاجة ما قلتها. لا لا ما لا ما مانيش نهضر لك، مانيش نهضر لك على شيء، نحكي لك يا سمطة، معليش نحكي لك على التشبيه. هو غير اتفقوا بيناتكم بعدا، شربوا كويس الماء وتهدنوا وحاولوا انكم. السي المعزوزي، انت كنت بعدا بعقلك بعدا اصلا، دائما كنت كتقول كلمه حق في حق المغرب، ها انت دابا درت على راسك مع الصغار، اذا خلي يحلل ويقول ما شاء. اسقاط ما يصلحش مع الجزائر. هادو هربوا اثنين، وين هربوا؟ هربوا الارض مغربيه محتله، يشوفوا ارضهم، جات اسبانيا داتها مقابل فيلو، دات لهم سبته ومليله، وشوفوا لابيل في هكذا يتلفت منها، يشوف البؤس منها، ويشوف سياج بين البؤس والجنه والنار. هربوا لانه خلاص مغلقت عليهم المخنوقين هكذا الشعب المغربي. نظام تاعهم جو حنايا. بار كونتر احنا في الجزائر اللي جان اللي راهم يحرقوا في بومرداس، يحرقوا من عنابه، يحرقوا. رجع لك انه ملي كيتكلم على سبته ومليليه، سبته احتلها الإسبان سنة 1415، مليليا سنة 1497، السلطان عبد العزيز تسلم الحكم سنة 1894 وعمره 14 سنة. الدراجة فوقش أيها الغبي اخترعت سنة 1885. نستنتج من هذا أن سبتة ومليليا تم احتلالها من طرف الإسبان قبل اختراع الدراجة بأربعة قرون عباد الله، أي قبل 400 سنة. ورغم ذلك ما زال الكرغولي بحال هذا المبردع هذا يصدق مغالطات إعلام الزيغو الجزائري الذي لا يقبل المنطق بأن المولى عبد العزيز باع المدينتين مقابل دراجة. أنا غادي نوجه لك واحد الرسالة، فكر كأنك كرغولي غبي سنة 1962. وانا ما غاديش نرد عليك ملي هضرت على الاوضاع بان المغاربه انهم كيهاجروا هروبا من الاوضاع المزريه اللي كاينه في المغرب. واش دابا نصدقوك انت ولا نصدقوا بوتفليقه المرحوم الذي قال بالحرف بان الجزائريين هم من ينوون الهجره الى المغرب وليس العكس؟ وغادي نزيدو نردو عليك بفيديوهات من كيسكم وليس من كيسنا. غادي نشوفو هاد الجزائريين انهم اللي كينويو انهم يحرقوا باش انهم يبدلوا الجو من اجل الاستجمام و و. غادي نشوف بعض الفيديوهات لعلك تستحي باش انك تحاول انك تقول الحقيقه وليس استحمار الشعب الجزائري. انا يا اختي نكذب عليك، انا كيما راني دوكا، لو كان تبان لي دوكا نروح دوكا كيما راني بحوايجي. هادش هاد البلاد ما عطات لي والو، وهاد البلاد واش حتسقم حتى تسقم الشعب تاعها. اذا هذا من كيسكم وليس من كيسنا. هادو جزائريين كيعبروا على القهر والوضعيه المزريه اللي كيعيشها الشعب الجزائري. هذا من كيسكم ليس من كيسنا. وبالمناسبة أن عوض أن هاد الناس هادو أنهم يوجهوا البوصلة ديالهم نحو النظام الفرنسي اللي عمل فيهم العمايل، وراني كنجهز واحد الحلقة ستنشر قريبا عبر قناة الجريدة المغربية عندما بارك بومدين التجارب النووية
بخطة فرنسية إسرائيلية قريبا أنها تنشر على قناة الجريدة المغربية. هاد الناس هادو مجندين من طرف النظام الجزائري من أجل هدف واحد هو الاستعداء للمملكة المغربية الشريفة. وكباش نختم هاد الحلقة، كان واحد البيت الشعري شنو كيقول؟ شاءتي ما شاءتي الأقدار، فحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. هادو لا علاقة لهم بالدين ولا 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 على الإخوان، باش نكونوا واضحين، هادو هم يعبدوا حتى الشيطان، يتحالفوا حتى مع الشيطان من أجل هدف واحد هو استعداء المملكة المغربية الشريفة. المغرب مقبل على كأس إفريقيا 2025، مقبل على كأس العالم. هيا غير هاد الاجتماع ديال الجمعية العامة ديال الأمم المتحدة، السيد أنفانتينو تلقى مع أخ نوش وخرج بواحد التعليق. ماذا قال؟ بأن خلال كأس العالم 2030 المغرب سيوحد العالم. نقطة ورجع للسطر. كان معكم الأستاذ أحمد، كنتمنى بأن هذه الحلقة تنال الرضا ديالكم. ما حاولش أنني نحل بعض المواضيع بطريقة أكاديمية، غير نبين لكم مهام من حشرنا الله في الجوار. ترقبونا في طلعة أخرى، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.